وبعدين معاك يا عبد الهادي. مش قادر اشوفها بتتعذب قدامي كل يوم بالشكل ده. والله انت اللي بتتعذب علشان عارف الحقيقه. وهي كمان لازم تعرفها بقى. مش معقول نسيبها لحد دلوقتي فاهمه انه سافر اثناء غيبوبتها. بصا شايف اهو كل يوم بيبقى عندها امل انه هيبعتها جوابات. ارجوك يا حسين هي جايه قول لها الحقيقه. الله على فين؟ معلش مش حاضر اشوفه وانت بتقول لها. ما بعتش برضه يا عم. يا خبر. وانا السبب. يا بنتي ما تقوليش كده دي اعمار بيا في حياتي. تشجعي واحمد ربنا اللي نجاك انت من الحادث. حادث؟ ايوه يا بنتي. واعذرينا لان خبينا عليك لغايه دلوقتي. احمد مات؟ مات؟ احمد؟ الله 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 يا دكتور حسين يا حسين. ايه الحكايه؟ ناخدها على اوضتها احسن. ايه ازيك دلوقتي يا بنتي؟ الحمد لله يا بابا. يا سلام اما انا حلمت حته حلم. خير ان شاء الله. حلمت احمد رجع من السفر فجاه وكان منظره يموت من الضحك لما لقاني زعلانه عشان ما ببعتليش جوابات. يا سلوى انا. انت مش لازم تعطلها. يلا بقى يا سلوى البسي. ولا انت ناسيه انك عزماني على عشاء في الاوبرج؟ يا سلام انا اللي عازمك ولا انت اللي عازمني؟ لا يا ستي انت اللي عزماني وعلى حسابي كمان. يلا يا سعد الهادي علشان تلحق تلبس. مبسوط كده يا سي احمد؟ يعني عاجبك اخرج من غيرك؟ وبعدين معاك يا عبد الهادي ما انت ضمال. اهدى ازاي؟ دي ايما ناسي اني قلت لها حاجه. لا يا سيدي بيتكون عندها حاله عدم تصديق اللي سمعته منك. عدم تصديق؟ ايوه زي ما اجي اقول لك فجاه ان واحد صاحبك عزيز عليك مات. اول كلمه هتقولها مش ممكن ده كان لسه معايا. فعلا يعني بتلفي الخبر في الاول دفاعا عن نفسك ضد صدمه وبعدين ضروري هتصدق. بالظبط كده. هي كمان لسه هتصدق بس مش على طول لان الحادثه اللي حصلت لها كانت صدمه كبيره بالنسبه لها. يبقى هي دلوقتي فاكره انه لسه مسافر زي ما قلنا لها. وعلشان كده اقترح اننا ناخدها ونسافر لنا كام يوم في اي مكان هادي يمكن تغيير الجو والمناظر يسلوها شويه ويشغلوها. طيب تفتكر نروح فين؟ نروح نروح نروح. يا بنت زمانه جاي. انما انما ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ما تسيبني يا اخي. تصور لسه ما جاش لغايه دلوقتي. هو مين؟ اللي مستنيه الانسه دي. واحنا مالنا؟ ما هو يا سيدي عاوز اقول لك يا سيدي سيبك منه وخلينا في موضوعنا.
انا مش عارفه ايه اللي اخره لحد دلوقتي. ما تلاقيش بس يا بنتي زمانه جاي. ايه اللي زمانه جاي؟ زمانه جاي زمانه جاي، بقالنا اربع ساعات جايين قبل منه ولسه برضه زمانه جاي. بس ما تفرفشيش انت نفسك، انت معدتك تعبانه. السد انت. حاضر. والنبي انا متهيألي ان رجع في كلامه. يا شيخ حرام عليكي، ده هو حتى اللي اقترح ان احنا نسافر بعيد بلاد فاطمه هنا. بس يمكن جات له ظروف كده ولا كده عطلته. انا مش فاهمه ما جاش معانا ليه. كان في شويه شغل في المكتب بيخلصهم. اسم الله شملول قوي. انا عارف كان عاجبك في ايه، ده حتى مهندس خيبان. فريد خيبان؟ طبعا. مش بيشتغل عندك في اكتر من كده؟ خيبه يا خيبه. ها؟ اوه يا ماما، هو ده وقته؟ هو ما قالكش يا بابا جاي في قطر الساعه كام؟ قطر ايه يا بنتي؟ ده جاي في عربيته. ليه انا قلبي خايف؟ شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون شفاه. خايف مرة احب وعارف ليه انا قلبي خايف؟ شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون شفاه. الله يخرب بيوتكم، طيرتوا كربوز العربية. ايه رايك بقى؟ مش قلت لك انك هتنبسطي؟ دي لوكاندا هاديه وجميله جدا. فعلا دي لوكاندا عالميه، انا شخصيا من يوم ما اتبنت وانا بنزل فيها. او احنا مالنا؟ ايه ده؟ يا ترى اللوكاندا دي اتبنت امتى؟ اظن السنه اللي فاتت. لا 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 لا، دي بقى لها سنتين. الله، غريبه. ما غريب الا الشيطان. ما تيجي نتفرج عليها من جوه. يلا يا بابا. نعم. لا ولا شوف لي العربية فيها ايه. ودي عربيات دي؟ امال ايه؟ دي فالصو. هو في امتن من عربيات زمان؟ انت بترمي دي عربية؟ طبعا. ما انت ايه؟ لا مؤاخذة انا افتكرتها حنطور. ايه حنطور؟ من فضلك اعمل معروف. طيب يا واحد. Thank you.
خليني اشوف شغلي. وبعدين بقى؟ اتفضلي دور العربية. اتفضلي. خلاص دارت. اتفضلي يا هاني. طيب والحاجات اللي رميتها؟ ملهاش لازمة. يعملينها عيرة عشان يزودوا بيها تمن العربيات. اطلعي. متشكرة قوي. مع السلامة. ربنا ما يحرمني منك يا عزيزة. يا بنتي ما تقعدي زمانه جاي؟ مش قادرة اقعد هبقى خلاص. اهو جه يظهر وشرف. اصل لابس نظارة. فريد صباح الخير يا عم. ايه بس يا اخي اللي اخرك لحد دلوقتي؟ انا اسف والله يا عم. اسف ايه بعد ما خليتنا فرجة قدام الناس؟ لا مؤاخذة يا حماتي، اصل لقيت عربية عطلانة في السكة اضطريت اصلحها. ايه ده؟ لا مؤاخذة ده شحم. على كل حال ما تزعليش يا حماتي. ايه فضحت يا بعيد؟ غري 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 غري. اوعى كبة غري غري غري. وانتي ازيك يا احلى عروسة في حوض البحر الابيض المتوسط؟ اجري الاول وقدم نفسك وانت مبهدل بالشكل ده. عندك حق. استنى خد مفتاح اوضتك نمرة 77، هي بعيدة عننا شوية عشان ما نلاقش أوضة فاضية جنبنا. ده من إيدك المزفتة دي؟ لك تهجة؟ خد. متشكر. بعيد 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 بعيد. أفندم. تسمح تقول لي البت اللي واقفة برا دي تعرفها من إمتى؟ أني بيت؟ البت المسلوعه دي اللي عندها انيميا. انا لا اعرفها ولا عمري شفتها. امال صوتت عليك ليه ساعه العربيه ما كانت حدوسه؟ لازم بس اتخضت من المنظر ده وصرخت. وتتخض عليك ليه؟ يبقى لازم بينك وبينها حاجه. بقول لك عمري ما شفتها. امال صرخت ليه؟ واحده شافت منظر يخض صرخت. او لها ما صرخيش. طبعا لان ما يصحش يبقى مخطوب لواحده وهتتجوزها وتتخض عليك واحده ثانيه. انا بس اللي اتخض عليك مفهوم؟ شايف المنهله؟ انا حاسه ان الجوازه دي مش هتتم ابدا، وانا كمان مش ممكن اجوز بنتي للاعجوز ده يا بابا. انا لولا الناس اللي كانت واقفه بره كنت قطمت رقبتها. اتفضل روح غير هدومك وتعالى بسرعه عشان اكمل خناقه معاك. حاضر يلا حاضر.
مالك يا مورالك؟ انا هيكون مالها؟ بعدتها طبعا مش هضم الكلام اللي سمعته. قوم يا مامي قوم يا مامي. قطع البعيد. فريد فريد بالحضن يا راجل. انا ازيك يا فريد؟ وحشنا مضروب. ازيك انت؟ ازي والدتك؟ وازي اخوانك؟ الله يسلمك. انما انت مين؟ انا مين؟ صاحبك اللي بقالك 12 سنه ما شفتوش، اللي كان قاعد جنبك على تخت واحده مدرسه العباسيه، محسن اللي كان بياخد كل يوم عرق بسببك. بسبب ايه؟ ايوه، علشان كان بينططك من صون المدرسه وانت جاي متاخر. محسن؟ ايوه. ازيك يا محسن؟ انما محسن مين؟ محسن استيكا. استيكا؟ ايوه يا ابني. ازيك يا محسن؟ ازيك يا فريد؟ سلامات يا محسن. سلامات يا فريد. ازيك كده؟ الله يسلمك. وعامل فرحك كده ليه؟ عشان ابقى شاب عمر الشريف. الله يجازيك يا استيكا. كانت ايام جميله. قصدك تقول انها كانت علا جميله؟ يا سيدي كله كان بيقول لك لخاطرك. انا مش فاهم كل البلاء والمزاح اللي كنت بتعملها والبنات كانوا بيموتوا فيك. في انا؟ مش فاكر بنات المدرسة اللي كانت جنبنا والجوابات اللي كانوا بيبعتوها لك والبنبوني والسوداني اللي كانوا بيحدفوه لك؟ ايوه والله كانت ايام لذيذة، كنا عاملين زي عروض جنينة الحيوانات. انما قول مين دي اللي كانت واقفة بتتخانق معاك على السلم؟ دي يا سيدي فاطمة خطيبتي. امال مالها متضايق كده ليه؟ عشان واحدة يا سيدي صرخت لما شافت عربية حدوسني. تعرف انها بتموت فيك؟ ازاي؟ الصبح واقفة مش على بعضها لانك اتأخرت. اعمل ايه؟ كان ورايا شغل يا محسن. قول لي فين الأوضة نمرة 77 عشان الحق الدش؟ تعال. من هنا. يظهر انك موريها نجوم الظهر. ابدا والله. انما انت عارف غير البنات حواء، لو لقيتني هرشت فجأة تقول لي هرشت ليه؟ لازم بتفكر في واحدة تانية. انما انت بتضحك على ايه؟ يعني هي مراتك ماركة تانية؟ مراتك؟ انا مش متجوز. لا مش معقول. امال راحوا فين الناس ده اللي كنت خاطبهم وعامل جدول حصص بتقابلهم عليه؟ فسختهم كلهم. هما مين؟ اللي كنت خاطبهم. ليه؟ الأخوية. أخوية؟ أخوية إيه؟ قول لي يا سيدي ما تعجبني واحدة أروح أخطبها وأصرف لي عليها قد 100 جنيه هدايا ولازم منه، بعد كام يوم تيجي وتقول لي محسن أنا مش هقدر أتجوزك يا حبيبي. ليه يا ستي؟ أصل شعوري نحوك أخوي. أخوي؟ أيوة 14 واحدة أخوي بالشكل ده لما تعقدت خالص. معلش بكرة تقابلها. هي مين؟ اللي ما تقولكش حكاية أخوي دي؟ لا خلاص، أنا ماليش حظ مع الستات، ولو إني مقطقط ومسمسم. فعلاً، بس يظهر ستات اليومين دول ما عندهمش ذوق. ولا عندهم. على كل حال الحكاية دي ما بقتش تزعلني. كل سعادتي دلوقتي إني أشوف اتنين بيحبوا بعض. بحس بالسعادة اللي اتحرمت منها. في عينيهم وهي بتتكلم، في ايديهم وهي بتتكلم، في رجليهم وهي بتتكلم، في صوابعهم وهي بتتكلم. امال فين فريد؟ ايه مالك اتفقت ليه؟ ايه مالك اتفقت ليه؟ فريد يا ترى ماما جت لها الحاله بتاعت معدتها اللي بتجيلها من سفر. لا سلامتها ان شاء الله معدتها. انا جاي اطمن عليها حالا. هي اوضتكم نمرة كام؟ 53. انا راح اطلب لها ليمون واحد تاني حالا. حالا. يا سلام اللوكاندا دي فعلا جميلة جدا. مش قلتلك وانت لسه شفتي حاجة؟
ده بالليل هتنبسطي قوي من السهر فيها. عجيبة الحكاية دي. في عجيبة بارد؟ ده ظلم بالذمة، مش حرام غراب من دول يبقى جوز العصفورة دي؟ واحنا مالنا يا أستاذ؟ أيوة بس دي عصفورة يا سيدي. انت مالك ان كانت عصفورة ولا حداية؟ يا سيدي سيبك منه، خلينا بموضوعنا. المية فين؟ يا كله كراندا! الله! يا هلا الله! يا بتوع المطية! منونه بتقطع! عن إذنكم. على خير. هروح أخد دش وأغير هدومي. عارف أوضتك نمرة كام؟ عارفة، 180. حلو، أهي العصفورة هربت من الغربان. هي كمان بتحب فريد، طول عمره حاسه بومب. بس يا ربي انا مالي بقى. انت شفتش حاجه؟ انت جيتني من ادم السنه، الحقني يا محسن. لا يا عم انا ما اعرفش في الحاجات دي. دي مسرقه. طب وانا مالي؟ مش صاحبتك ولا عمري شفتها؟ لا يا شيخ، امال هبت من اللي كانت معاهم وجات لك ليه؟ انت شفت اللي كانت معاهم؟ ايوه. طب اعمل المعروف انده لهم بالصوره عشان يشوفوا ايه الحكايه. استنى هنا، انت رايح فين؟ رايح لفاطمه. احسن لو جات وشافتها هنا هتتخانق وتعيط وتصوت وترفض. انا مش شغل. يلا وهسيبني لوحدي. اتصرف يا اخي. طول عمره محظوظ. احمد ده ايه اخر؟ الراجل ده مؤكد مجنون. احنا مالنا ومال؟ سيبك منه، خلينا في موضوعنا. اه ايه بس مالك؟ مش خدت الدواء؟ سلامتك يا ماما، بعد الشر عليك. قول لي بالمعطوف الرقبه جاي متاخر وعامل لنا زي البهلوانات. ومعطوف الرقبه بس ذنبه ايه؟ انت اللي معدتك كده دايما تتعب من السفر. ونسد انت. ادخل. بضاعتي يا بعيد. بقى ده جرساتي اللي جاي اطمن عليك يا حماتي. جرالك ايه يا فريد؟ ايه؟ ايه تجي هنا يا ولد بالشكل ده؟ نغفل. انا خفت يكون جرالها حاجه، قلت اجي اشوفها قبل ما تموت. موت لما تاخد اجلك. يمشي جسد وجع بطنك. مجنون، بقول لكم مجنون مجنون. ما نطيش. وعيده. الجدع ده مش طبيعي ابدا، ده مجنون الرسمي. سيبك منه، خلينا في موضوعنا. بس هادي نفسك يا مار، دلوقتي نعرف كل حاجة. ايه الحكاية؟ انت مش فريد توفيق اللي كان قاعد جنبي على تخت واحدة في مدرسة العباسية؟ اللي كنت دايما تيجي متأخر ونططك من سور المدرسة؟ اللي من كتر ما خدت علق بدالك اتهرالي يجي 10 بنطلونات؟ ايوه. امال بتقول عليك احمد ليه؟ مش عارف. تكونش يا محسن ايه؟ مجنونة؟ جايز؟
تصور يا بابا انه طلع له شنب. هو مين بس؟ احمد يا بابا. احمد؟ مش ممكن، ده احمد يا بنتي. اصلك تقول انه مسافر. انت شفتيه؟ شفته. جايز؟ هو ايه اللي جايز بس؟ ايوه جايز يكون وصل من السفر وعرف اننا هنا فحب يعملها مفاجاه. طب وهرب مني ليه؟ بس استريح انت دلوقتي وبعدين هنعرف كل حاجه. ايه الحكايه دي يا حسين؟ والله يا اخي ما انا عارف. موسيقى التويست انا دايما افضل المرنجة عليها. احنا مالنا ومالهم؟ خلينا في موضوعنا. ايه ده يا اخي مش تحاسب؟ بس ما جاتش. مين؟ المسرقة. قصدك سلوى؟ لا لسه ما جاتش. هي اسمها سلوى؟ امال فين فاطمة؟ زمانها جاية. تصور بقى لي معاها 3 ساعات اعتذر لها عن اللي حصل، مفيش فايدة. وفي النهاية لما قبلت طلعت لأمها بموشح. وقبلت؟ أمها؟ لا عروستك. الحمد لله وجاية حالا. بس المهم إنك تاخد بالك كويس، تديني إشارة أول ما توصل. مين؟ فاطمة؟ لا يا أخي، بتاعت أحمد. سلوى. أيوه، أحسن لو جات وعملت حكايتها دي تاني قدام فاطمة. عارف، هتتخانق. وتعيط وتصوت وتترفض انت من الشغل. عليك نور. مش تحاسب. اهلا وسهلا. اهلا. اللوكاندا نورت. نعم نوام الصبح. ظريفه قوي يا حماتي، تعرفنا جديده. ايه الدكتور؟ لا الجزمه. خد بالك عامل معروف اول ما توصل تديني خبر. اهلا اهلا اهلا. وده الراجل المجنون اللي كان بيجري في اللوكاندا عريان. ايوه هو. امال ايه اللي عدله كده دلوقتي؟ يا سيدي احنا مالنا وماله؟ خلينا احنا في موضوعنا. كل سنه وانت طيبه يا بطل. وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيبة يا حماتي. ايه ده؟ Thank you.
كنت هايلة قوي. مشتي من فضلك. اهو احمد ما جاش برضو زي ما قلته. ما هو لو موجود صحيح زي ما بتقولي يبقى ضروري يكون هنا، واول ما هيشوفك هيجي على طول. الله يسود. ايه مالك يا فريد؟ في ايه؟ لا ولا حاجه. اسمح لي يا عمي. ايه عروس معاك؟ لا مع فاطمه. قوي قوي. اتفضلي. ايه مالك ملوح كده ليه؟ بحترمها يا عمي بحترمها. الله، هو ملوح عامل كده زي البهلوان. تسمحي لي بالرقصة دي؟ قوي. مالك؟ لا مفيش مفيش. هو رجلك هو رجلك. كنت هنا رايح فين؟ ايه ده؟ رايح فين يا جدع انت؟ انت يا ابني قاعد عندك بتهبب ايه؟ اصل هنا تراوة يا عمي. يا ابني ما تطلع من هنا بلاش فضايح. ايه مالك يا فريد مالك؟ رجلي هموت رب في رجلي مش قادر اقف عليها. يا خبر. طب الحق شوف له دكتور بسرعه يا بابا. طب اطلع يا ابني شوف لك دكتور. اشرح يا مراه. قوم بس. طب اروح كده اروح كده. هو احمد؟ لا انت النهارده مش طبيعي ابدا. احمد؟ لا ابدا ده انا حبيبي احمد. والله عاد عشان كده ما انتش على بعضك من الصبح. دي دي مين دي يا احمد؟ دي دي ايه خلاص طلعي ما بنطة. هو كمان ما انتش عايز تسيبها؟ ما هو انا مالك هو انا باردة؟ انا باردة؟ كويس كده؟ ما هو انا انت سافل انت دون انت مجرم. فاطمة فاطمة ما تسيبنيش يا احمد. كفايه المده اللي فاتت دي كلها حرام عليك. انت نسيت حبنا. احمد ايه دي يا بنتي؟ تعالي تعالي معانا. عاجبك كده؟ ما هو ما هو ايه؟ ما هي لبستك السودا قدامي لبستك السودا اطلع قدامي. فاطمه فاطمه افهميني بس. اظن بعد شفته في عينيه النهارده ما تورينيش وشك بعد كده. طب طب عايز اقول لك بس. مش عايز اسمع حاجه. مش عايز اعرفك يا كدابي يا شيخ. اسمعيني بس. مش عايز اعرفك. تجيش احنا كمان ناخده قلمين على ايه؟ احنا مالنا وماله؟ على رايك خلينا في موضوعنا. تعالي بس يا بنتي تعالي. حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه فيا ده. يا سلوى يا حبيبتي اهدي امها. انا حياتي خلاص انتهت. ما بقالهاش اي قيمه من غير احمد. مش ممكن اعيش بعد ما عرفت احمد انه نسيني وبيحب واحده تانية. اسمع يا سلوى انا هفهمك كل حاجه. ايوه هي لازم تعرف الحقيقه. الحقيقه ما هي باينه اهي. ده زي ما يكون فقد الذاكره وناسي كل حاجه. عليك نور. ده اللي حصل بالظبط وكنا مدارينه عنك. كنا مضطرين نقولك انه مسافر علشان ما تعرفيش انه فقد الذاكره في الحادثه اللي حصلت لكم يوم فرحكم. ايه فقد الذاكرة؟ أيوة يا أخي عشان كده معرفهاش لما شافها ولا عرف حد مننا. ده نسينا فعلا. ده فاكر إنه فريد مش أحمد. إلا أحمد دي. كمان واحد دوب لبرد؟ طيب قولي أفندم. تعرف تقرأ عربي؟ طبعا. الصورة دي تبقى مين؟ حضرتك. تسمح تقرا الاسم اللي فوق الصورة؟ فريد توفيق. فريد توفيق. ايوه يا فندم فريد توفيق. يعني مش احمد توفيق. لا فريد توفيق. الله. كمان واحد دوبل. انا هفضل اشرب لحد ما اعرف انا فريد ولا احمد. يعني بعد ما بقى فريد نسيني انا وحبها هي؟ لا يا ستي ما تخافيش من الناحيه دي ابدا. لكن انا مش ممكن اسيبه هو كده.
انا متاكده اني لو قابلته وقعدت معاه وكلمته هيفتكر كل حاجه. تقابليه ازاي بس؟ بصفتك ايه؟ بصفتي مراته يا بابا، مراته. ايوه بس هو دلوقتي مش فاكر انه اتجوزك، مش فاكر الماضي خالص، بيعتبرك غريبه عنه. غريبه عنه؟ طبعا، مش نسي كل حاجه، علشان كده لازم تفضلي بعيده عنه لغايه ما يفتكرك. لكن يا عمو. ما تنسيش ان انا الدكتور بتاعك، لازم تسمعي كلامي. يلا خدي الحبايتين دول وغيري هدومك واطلعي عشان تستريحي. وانت تعبان في ايه يا اخي؟ بقول لك هات كمان واحد. طب ما كفايه كده يا استاذ. لا مش كفايه بس. على كل حال خلاص انا عرفت انا ابقى مين كده. الف مبروك. انا دلوقتي لا فريد ولا احمد. امال مين؟ انا جدع. متهيألي نامت. طبعا النوم اللي بتدخلها مفعوله قوي. يلا بينا بقى نشوف سي فريد ده اللي يطلع لنا من غير مناسبة. يلا. تعتذري وتصالحيني؟ ايوه. وانا كمان مصاني ليه؟ ملكي حبيبي بس. وانت؟ ايوه افتكرتني يا احمد. يا ستي انا مش احمد، انا اسمي فريد وابويا اسمه توفيق وامي اسمها نفيسه. مسكين. معلش يا حبيبي بكره تفتكر كل حاجه. افتكر ايه بس؟ اللي نسيته يا حبيبي، انا هفضل جنبك لغايه ما تخف. اخف؟ وانا عيان؟ ما هو اللي حصل لك ده من نتيجه الحادثه. انا حصلت لي حادثه؟ ايوه يا حبيبي، ايه اللي حصلت لنا في العربيه ليله جوازنا؟ جواز مين؟ انا وانت. واحنا كمان متجوزين؟ ايوه يا حبيبي. يا ست هانم انت غلطانه، ده انا لسه على وش دنيا. لا يا حبيبي، احنا اتجوزنا بس انت مش فاكر. طبعا، هو الواحد هيفتكر ايه ولا ايه؟ معلش، بكره ترجع لك يا حبيبي. يا ايه؟ الذاكرة اللي انت فقدتها. وانا كمان فقدت الذاكرة؟ طبعا اذنك. على فين؟
رايح ادور عليه. ما تتعبش نفسك. هو انت؟ ايوه. والله وقعنا ولا حدش سمى علينا. تعرف انه لطيف قوي؟ ايوه قوي قوي. هو ايه؟ شنبك. اشمعنى؟ كان لازم تربيه من زمان. معلش كل شيء بأوانه. اسمح تنام بقى؟ ليه؟ عشان افكرك باللي حصل يوم جوازنا. انت لسه مصممه على حكايه جوازنا دي؟ انت هتنام وانا هقعد جنبك افكرك زي الدكتور النفساني. نام يلا نام. بس اعملي معروف خليكي بعيد شويه. طيب غمض عينيك. حاضر. جيب نفسك. سبت. نام نام نام. انت دلوقتي في الكوشة يوم جوازنا. انت فين دلوقتي؟ نايم في الكوشة يوم جوازنا. لا قاعد. ايوه قاعد في الكوشة. والمزيكا بتضرب. والمزيكا ايه؟ والمزيكا بتضرب في المعازيم. الحقيقة يا ليه حق بكل اللي عملته. انا لو مطرحة كنت عملت اكتر من كده. ده المرحوم شبه فريد تمام. طب اللي عرمك دلوقتي؟ احنا قلبنا عليه الدنيا مش لاقيينه علشان نوضح له المسألة دي. ارجوك تساعدنا. طب سيبونا انا بقى المسألة دي. هتعمل ايه؟ ولا حاجة. لازم نفهم الحقيقة ونقنعه انه يمثل عليها ان احمد بس فاقد الذاكرة وفاكر نفسه فريد. لحد ما تهدى وبعدين تبقوا تشوفوا لكم حل معاه. تفتكر هيقبل؟ لازم يقبل غصب عنه وعن اللي جابوه كمان. وعلى كل حال فريد انسان طيب. تعالوا معايا نروح. ازاي؟ كده هو. انت قلت ايه؟ يا خساره كنت قربت افتكر. مين؟ انا ام محسن. افتح انا عايزك في حاجه مهمه. طيب. اسمح المفتاح اشوفه عايز ايه. يا سلام قوي قوي قوي. يا نهار اسود. ما تفتح يا فريد في ناس معايا. افتح لي انت يا محسن. المفتاح ضاع. انا رميته في البحر خلاص. ما تتعبوش نفسكم. الله الله. دي سارة مع جوه. افتح يا سارة. افتح يا ابوكي. يا عبد الهادي بس استنى. مش كده؟ استنى يا حسين. افتح يا انت. افتح يا جبلك البوليس. بوليس؟ رحت في داهية خلاص. ليه بس يا حبيبي؟ مش واحدة وجوزها. يا ست اعملي معروف. سيبك منه. افتح. قول لك يا سيدي. افتح يا جميل. افتح يا زلمة قبل ما تكسره. ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟ اصل احنا بس بنجرب الخشب بتاع البيبان. اصل البيت غير اخشاب. من فضلك اجري هات لنا المفتاح التاني بتاع الباب. عاد افتح فريد وبلاش رايح. افتح يا خلوة اعملي معروف. كويس كده يا شيخ. ولا ايه؟ تعالى تعالى يا خطيبة. مفيش داعي للعصبية دي يا مصطفى. صباح الفد انت. انا لازم الليلة الليلة فوق دماغه. اوعى من فضلك انت. هو اوعى كده. في حاجة يا حضرتك. وانت مالك انت؟ لا بس بيستفيد. مش هي دي اوضه فريد؟ افتح افتح يا زفت. افتح يا طين. بس كملي. افتح يا حبيبي. المصايب كلها يا شيخ. تعالى. ايه افتح يا بابا الطين. ابوكي مفيش داعي للشوشره دي. ده انا بنتي معاه جوه. بنتك معاه جوه؟ ايوه يا اصل. اصل ايه واصل ايه؟ مش عيب تبقى راجل طويل عريض وتسيب بنتك جوه مع واحد غريب وتقف ساكت؟ علشان كده بتمنعنا من الدخول. شايف رقبتك؟ شايف جلبتك المهببه؟ انت عارف ان وقتي مش كده؟ انا لازم اشرب من دمه. يا جدع انت افتح. بقولك افتح يا سلوى. افتح يا كلب. افتح يا بابا. افتح يا بابا.
روح يا عاد كويس كده جرى قدامي تعالي امال تعالي يلا تعالي معايا الحاج يا احمد جرى تعالي افهمني افهمني يا عمي انا والله يا طنط انا يا حاج انا يا بنت مدام يا مدمودين ما هو انت اللي هتفهمني يا خواجة الموضوع وحياتك مني واحد واحد ايه الدوشه دي قلقت وما نمنا يظهر ان في خناقه في الاوضه دي تعال نخلصهم احنا منا ومالهم خلينا في موضوعنا ما تسمعيني يا فاطمه اسمعي ما انتش مكتوب من اللي عملته والله العظيم انا بريء بريء ابعد عني ما عليك ابعد عني اتفضل هاجي من هنا اهي احنا انتهينا خلاص هيمشوا يا محسن هيمشوا هيقطع عيشي اطمن انا هعرف اصلحهم طب بسرعه قبل ما يمشوا انا لسه فاطمه انا لسه فاطمه استني بس استني يا استاذ يا استاذ يا استاذ انا لسه ده فاهم والفريد ما خلتش وانتوا لازم تساعدوه تساعدوه ايوه والله ده دون نبضوا فيه ثواب يا خلي عندك دم الاول واسالني اتعورت اتكسرت جرى لي حاجه ما انت سليم اهو الحمد لله احكي لي قالت لك ايه قال لهم القل وتعب السر ناس ما عندهمش دم ويزوق ليه حصل ايه قلت لهم انتوا مالكوش حق تزعلوا من فريد اللي شفتوه منه ده عمل انساني كان بيأديه وانتوا لازم تساعدوه وبعدين راح ابوها مفرمل العربيه وقعت انا على الارض ودغدغت زي ما انت شايف تستاهل لو كنت بطرحهم كنت دوست على رقبتك دوست على رقبتي ايوه وهرستك كمان ايه اللي بتقوله ده حد يقول كلام زي ده يا بني ادم ناس يشوفوا واحده بتخطف جوز بنتهم ويقفشوها معاه في اوضه وقميص نوم وتقول لهم ده بيعمل عمل انساني ولازم تساعدوه ده عمل انساني يا غبي ما هو يا سيدي ما هو ايه عامل لي ناصح حضرتك جاك مصيبه تاخدك ده رساله زفر قوي مش تفهم الاول افهم ايه ما اترفدنا والحمد لله يا سيد انا عاوز اقول لا تقول لي ولا تعد لي اتفضل غور من الوش يلا استاذ فريد استاذ فريد انا عم سلوى والاستاذ عبد الهادي ابوها والله العظيم انا ماليه دعوه هي اللي دخلت عليا الاوضه احنا عارفين كل حاجه ومقدرين موقفك تمام انا اسف يا ابني للي حصل ثق بان تصرفات سلوى غصب عنها غصب عنها ايوه يعني ما تقصدش حاجه تانية لا بالظبط كده لا يا شيخ دي عملت لي فضيحه في اللوكانده واهل خطيبتي شافوها وبقت مصيبه عليا ما هم ما يعرفوش انك كنت بتعمل عمل انساني عمل انساني ده عمل انساني يا بني ادم هي دي الحياه يا استاذ فريد ده منتهى الانسانيه منك منتهى الانسانيه ايوه يا ابني انا مش عارف اشكرك ازاي ايه ده انتوا بتقولوا ايه ما انت ما اديتنيش فرصه افهمك الحكايه حكايه ايه اصل سلوى يا ابني وفرحها سافرت مع جوزها في العربيه عشان يقضوا شهر العسل وفجاه حصلت لهم حادثه مات هو فيها مات فيها ايوه يا ابني ومن ساعتها جت لها صدمه ولما فاقت ما قدرناش تقول لها على الحقيقه امال قلت لها ايه فهموها انه سافر وهيرجع بعد مده لا حول ولا قوه الا بالله دي حاجه تقطع القلب لكن انا داخل ايه في الموضوع ده؟ ما هو لاجل صدفه يا ابني، المرحوم احمد كان يشبهك بالظبط. شبهي انا؟ الفرق الوحيد اللي بينك وبينه هو الشنب. عشان كده اول ما عينها وقعت عليك افتكرت انك احمد ورجعت من السفر. لا حول ولا قوه الا بالله، مسكينه والله. ربنا معاها. الباقيه في حياتكم. يلا يا محسن، على اذنك. على فين؟ على فين؟ احضر شنطي واسافر. انا في عرضك يا استاذ فريد. ارجوك يا استاذ فريد ما تسافرش ما سافرش ليه
سلوى من ساعة ما شافتك كأنها اتولدت من جديد. لو عرفت بعد كده انك سافرت هتحصل لها صدمة يمكن تروح فيها. يعني تخليك معانا يومين كده بس لحد ما. لا أرجوكم لحد كده وبس، كفاية المصيبة اللي جاتلي من تحت راسكم. علشان خاطري يا أستاذ فريد. لا يمكن هيحصل لها صدمة تانية يا ابني، حرام عليك. يستحيل، أنا لا يمكن أقعد بعد كده. معلش يا فريد يا ابني، مفيش فايدة يا ابني، حرام عليك عشان خاطري. ولا ثانية واحدة على عقبالكم. سلوى ايه مالهم ملمومين عليك كده ليه؟ لا ابدا، اصل كنت بسالهم عليك. يا حبيبي يا احمد. يا حبيبتي يا سلوى. تعالى بقى. كنت بتسالهم عني يا حبيبي وعماله اتحايل عليهم الصبح وهم مش راضيين يقولوا لي. امال ما كنتش بتبعت لي جوابات لي وانت مسافر؟ معلش غصب عني، كنت مشغول قوي. هو في حاجة تشغلني عنك أبدا؟ أمال ما كنتش بتبعت لي جوابات ليه؟ لا أصل البلد اللي كنت فيها ما كانش فيها بوسطة. مسكين. متأسف، بص. لكن ما قلت ليش؟ أنت كنت خايف ليه هما بيخبطوا عليه؟ لا يا حبيبتي أنا ما كنتش خايف، أنا كنت مرعوب. مرعوب من إيه يا حبيبي؟ لا عشان عكروا علينا الجو الجميل اللي كنا فيه. خلاص يا احمد، بكره ترجع معايا ونعيش لوحدنا. نعيش لوحدنا؟ ايوه يا احمد، ده انا ما صدقت لقيتك. ايوه صحيح. فاكر يا احمد؟ انا هفتكر ايه ولا ايه؟ فاكر لما رحنا الهرم بالليل لوحدنا وقعدنا على الرمل وما حسيناش بالوقت الا والنهار طالع؟ يا سلام، كانت ليله جميله. فاكر لما بوستني واحنا متداريين في الصخره؟ ايوه، وخوفوا قفشنا وقمنا نجري. خوفوا انت كمان؟ انا عارف، اصلي مش فاكر قوي لاني فاقد الذاكره زي ما انت عارف. معلش يا حبيبي، بكره تفتكر كل حاجه ونرجع للايام الحلوه بتاع زمان. على رايك. وفاكر لما بابا ما رضيش يسيبنا نروح المسرح لوحدينا وسمم يجي معانا وكبس عليه النوم من اول فصل؟ ايوه، وسبناه نايم وخرجنا والناس كلها خرجت وقفلوا عليه. والمرحومه ماما طول الليل قاعده قلقانه عليه لحد ما رجع الصبح. هي ماما مرحومة؟ من زمان، ما انت عارف يا احمد. الفتحة على روحها. فاكرة لما كنا بنطلع عليها القرافة وناخد معانا الفطير والبلح لابريمي والجوافة؟ يا سلام، كانت طعمة قوي. هي ايه يا احمد؟ الجوافة. الحق الجماعة هيغرقوا، تعالى نخلصهم. احنا مالنا ومالهم، خلينا في موضوعنا. مالك يا حبيبي؟ هربان مننا وقاعد لوحدك ليه؟ لا مفيش، بس كنت بفكر. بتفكر في ايه يا احمد؟ الله، غريب، مالك يا احمد؟ في حاجة زعلتك مني يا حبيبي؟ بتحبيني صحيح يا سلوى؟ اخس عليك يا احمد، لسه برضه بتسال السؤال ده؟ ما تزعليش مني، اصل عايز اطمن. على ايه بقى؟ طب لو فرضوا ولا لقيتش الذاكره بتاعتي وفضلت فريد ولا رجعتش احمد، هتحبيني برضه؟ ده انا اموت فيك حتى لو بقيت متولي. من فضلك اديني الاستاذ فريد اوضه 88. الاستاذ فريد كان في اوضه 77 واخد شنطه وسافر الصبح بدري. سافر؟ باب. مالك يا بنتي؟ احمد سابني وسافر تاني يا بابا.
مش معقول ده اللي حصل. حرام عليه يعمل فيا. ايه دي بس يا بنت دلوقتي نعرف كل حاجه. بس مال انت يا ابني هتجنني. بس ايه ابني ايه حكايتك بالظبط؟ بحبها يا محسن بحبها. ولما انت بتحبها هربت منها ليه؟ عشان بتحب واحد تاني. واحد تاني؟ وليه يطلع مين؟ احمد يا غبي احمد. عشان كده بتندهلك احمد. يا سلام وده اللي مزعلك قوي في يعني. ازاي بقى؟ مادام بتحبك وانت بتحبها اتكل على الله واتجوزها وخيرها في الوقت. وقعتك سودة بقى اخدعها واتجوزها وانا مش احمد؟ مش احسن ما تتجوز البتاعة دي اللي اسمها فاطمة اللي مطفحاك الدرد هي وامها؟ بس ده يبقى نصب وتزوير. تزوير في ايه بس؟ هو انت اللي قعت جدتك عليها؟ ولا هي؟ هي اللي متشعلقة فيك؟ ما اقدرش يا محسن مش ممكن. لازم انساها لازم انساها. طب انساها يا اخوان انساها. بس انساها ازاي؟ مش عارف. افقد الذاكرة كمان مرة وانت تنساها. نعم خلي تفضل. صباح الخير يا فندم. نعم افندم. انا افتكر طبعا لازم تكون فهمت لوحدك انك فاهم يا فندم. انا جاي بس عشان اخد اوراق الخصوصية. اذا كان كده اتفضل. متشكر. سلام. احب افهمك انك ميدة من تحت تبن انك ولد خباز. يا فندم انا اخرس. استنى اما اكمل كلامي. لازم تفهم ان اللي زيك يستاهلوا اطمر رقبتهم. متشكر. استنى. وفوق كده بقى لازم تعرف ان فاطمة خلاص اتخطبت. الف مبروك. وان اللي خطبها احسن منك وضف برقبتك. متشكر. استنى. واخيرا لو لقيتك في مكتبي انا كنت. لا لا مفيش داعي. ثم انت مش ملاحظ ان لسان سيادتك طويل قوي؟ ايه؟ وانا انا كنت هجوز مين؟ السفيرة عزيزة؟ ومع ذلك قبل ما اخرج احب اقول لسيادتك كلمة واحدة. كلمة واحدة مفيش غيرها. نعم. يا ابو الفتوح بي. نعم. عن اذنك هاخد حاجاتي. الأستاذ فريد موجود؟ موجود يا فندم. اتفضل يا أستاذ عبد الهادي اتفضل. أستاذ عبد الهادي الحمد لله اللي قدرنا نعطف فيك النهارده. أهلا وسهلا اتفضلوا. إيه يا ابني اللي أنت عملته فينا ده؟ بقالنا كام يوم بندور عليك ولولا إننا قابلنا الأستاذ محسن النهارده ما كناش عرفنا طريقك. والله أنا سلوى يا ابني هتتجنن خلاص. قلت لها الحقيقة؟ لا. ما هو لازم تفهمها لها بقى. حرام عليك وتفضل عايشة في أوهام. بعد مقابلتك يا ابني مش حصدنا أبدا. مفيش أي حد غيرك أنت يقدر يقول لها الحقيقة. لا أنا كفاية بقى لحد كده أرجوك. ثم أنا كمان مسافر دلوقتي. مسافر؟ مسافر على فين؟ استلم وظيفة جديدة في الوادي الجديد. انت مش مسافر عشان الوظيفة يا فريد. انت بتهرب من نفسك. عايز تقاوم حبك لسلوى. ارجوك يا محسن. مفيش داعي للتجريح. عشان خاطري يا. واذا كان على الوظيفة انا مستعد. استاذ عبد الهادي. انا راجل قلب حنين وضعيف. ما استحملش الكلام ده ابدا. المؤاخذة احسن القطر قرب يمشي. اشرب كالكولا سخن قوي يا سعيد. سميت وبيه
دي سخنة. دي سخنة ايه؟ دي سخنة؟ ايوه. هات شوية دقة. انا يا حاضر. ميت وجبنة وبيت. سخنة اوي. محسن اهلا متبوزي سلوى. امال فين احمد؟ ما جاش معاك ليه؟ والله احمد لا. ماله جرالو حاجه؟ لا طمني ما جرالوش. حرام عليك يا احمد ما تسيبنيش تاني كده برضو تهرب مني. اصل انا عارفه انك فاقد الذاكره ما يهمنيش اعتبر ان احنا اتولدنا دلوقتي بس انا حاسه انك هتعوض لي الايام اللي فاتت من عمري كلها. تعال يا حبيبي اقلع. اقلع؟ ايوه اقلع الجاكيت واقعد على راحتك. انت في بيتك يا احمد اقعد يا حبيبي. فاكر لما؟ لا انا مش فاكر حاجه ابدا. انا جيت عشان اقول لك. يظهر انه هيقولها الحقيقه بنفسه. عايز اقول لك انا تحت امرك. لو قلت لي ارمي نفسك في البحر حرمي. بعد الشر عليك يا روحي. انا كنت ايه؟ انا كنت تكونش الذاكره رجعت لك؟ لا امال في ايه بس؟ سلوى سلوى تتجوزيني يا سلوى. تتصور يا بابا تتصور يا عمي احمد خطبني. مبروك يا بنتي. الف مبروك يا حبيبتي. عقبال بكاري. مبروك على ايه؟ جوزي يخطبني؟ ايوه يا سلوى ما هو دلوقتي يعتبر شخص تاني كده. طبعا اذنكم بقى احسن انا لسه ما ردتش عليه. ترد عليه؟ ايوه. انا مش موافق ابدا على حكايه الجوازه دي. ازاي؟ اكبر خطر ممكن يحصل لها لو عرفت الحقيقه وهي متجوزاه ولازم هتعرفها. مش لازم تعرف. ايوه ما حدش يقول لها. ازاي؟ فريد مش له معارفه؟ مش له قرايبه؟ مش جايز تعرف عن طريق الصدفه من اي حد من دول؟ انا ما يهمنيش بكره. سلوى دلوقتي سعيده ولازم تاخد حقها من السعاده. ولو ليوم واحد. يا عبد الهادي انا عارف انا بقول ايه. وانا كمان عارف بقول ايه. على كل حال انا بحذرك الجوازه دي لازم تتمنع باي شكل. مبارك ان شاء الله وان شاء الله المره دي حظ اوفر وعمر مديد. متشكرين قوي يا استاذ. وعقبالي في القريب العاجل ان شاء الله سيحصل. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عم. متشكر. مبروك يا سلام. قول لي يا اخ اليس هناك عشاء؟ انطر هذا الحفل الممنون حزنا على وفاه المرحوم. مرحوم ايه يا اخينا؟ ما بلاش السيره دي دلوقتي. جيري جريت. لسه برضه بيتنا ما فكركش بحاجه؟ احنا مش اتفقنا ما نجيبش سيره الماضي تاني؟ بلاش يا حبيبي بكره تفتكر كل حاجه لوحدك. هفتكر احنا وجودنا هنا بقى ملوش لازمه. على طول كده؟ مش نفرفش مع بعض شويه؟ لا مش هنا. هنا للعروسة والعريس بس. أما إحنا ففي مكان آخر. يلا بينا. طب ومستعجل كده ليه بس يا بابا؟ اطلعي من دول. أنا حاسب لكم الفيلا تقضوا فيها شهر العسل على راحتكم. وهقعد أنا اليومين دول عند عمك. كل طلباتكم موجودة. إذا لزمكم أي حاجة إديني خبر في المكتب. حاضر. مبروك يا سلوى. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا مبروك يا فريد. الله يبارك فيك يا محسن. مع السلامة. فاكر يوم ما صورت الصورة دي؟
ها؟ لا. طب بلاش، متأسفة. تعالى. على فين؟ مفاجأة موضبها لنا محسن فوق. تعالى. مدهش. اتفضل. ناقص حاجة واحدة بس. تعجبك ولا غيرها؟ ايه؟ المزيكا الناعمة دي. جميلة جدا. غريبة. مع ان ما كانش بيعجبك حاجه ابدا غير طلع. ما قلنا بلاش نفكر الليله دي في الماضي. متأسفة. ميرسي. انا ما بشربش. ايوه بس يعني. طب اشرب. وانت كمان ما كنتش بتشرب. وبعدين بقى. متأسفة. صحتك يا روح. صحتك يا حبيبي. كفاية بقى يا حبيبي. ده بس عشان خاطرك. عشان خاطرك؟ ايوه. يا سلام بلاش. استنى. استني. سلوى. سلوى. ايه راحت فين؟ بتحبيني يا سلوى؟ يعني بتكرهيني؟ امال ايه؟ بموت فيك. لا ده انت اتغيرت خالص. بوستك بقت شكلي تاني. شكلي تاني؟ يعني اوحش؟ لا يا احمد. مش هتقلع هدومك يا احمد؟ دلوقتي يا لحم. اوعى تبص ناحيتي دلوقتي. ده انت بقيت شقي خالص. لكن انا هعرف ازاي ابطلك الشقاوة دي. ودلوقتي بقى تقدر تبص. احمد انت نايم؟ قلت لك بلاش تتقل في الشرب. احمد. يوه وده وقته. Ah.
على خير بقى. جاي طيب طيب الله يقلب دماغك. انا ابو خياني. مين مين؟ نعم صباح الخير يا محسن. والله فيك الخير يا فريد. جاي تسال عليه ايه؟ مال مالي؟ محدش قالك على اللي حصل؟ لا مش شايف اللي على دماغي. ايه الحكاية؟ ابو الناصر بسيدي بعد ما سبناكم امبارح قال ايه فرحه مش طايقاه، خدني وفضل يشربني بصحتك لحد ما بوظ لي صحتي. لكن ايه اللي جابك دلوقتي؟ هما العرسان بيصحوا بدري كده؟ لا والله يا محسن انا ما نمتش طول الليل. طبعا الحقيقه اكتشفت ان سلوى مالها؟ مش ممكن اعتبرها مراتي دلوقتي الا بعد ما تعرف الحقيقه. مش فاهم، امال هتعتبرها ايه؟ اي حاجه تانيه، انما مراتي لا. يا نهار زي بعضه، انت بقيت اخويا انت رخر. الو؟ ايوه يا بابا، لسه ما جاش لحد دلوقتي، انا خايفه يكون جراله حاجه. اهو جه. متشكره قوي يا بابا. مساء الخير. الله مالك كده برضو تسيبني لوحدي المده دي كلها؟ كنت فين طول النهار؟ والله كان عندي شغل مهم أهم مني. وده معقول برضو؟ الله انت زعلانة؟ طبعا اصلي شغلت عليك قوي يا احمد. طب يا ستي انا اسف. وانا مش ممكن ازعل منك. تعال يا حبيبي، ده انت وحشتيني قوي. تسمحي الاول تقلعي؟ اقلع؟ ايوه، وتلبسي هدوم خروج اوام. ليه؟ انا عازمك النهارده بره على العشاء. وبره ليه؟ ما انا عامله لك العشاء بايديا. الشيخه نخرج نتهوى الاول شويه، عندك مانع؟ لا ما عنديش. طب يا حبيبتي صحتك يا سلوى. هتشرب تاني؟ لا ما تخافيش، دي شمبانيا خفيفه قوي. حتى ادوقي؟ لا بلاش. طب لو قلت لك عشان خاطري ادوق؟ شفت انت غالي عندي قد ايه؟ سيبك، انا عارف وحاسس بكده من اول ما قابلتك. امال سبتني طول النهار لوحدي ليه؟
لو تعرفي السبب يا سلوى كنت عذرتيني. ايه هو؟ اصل في حكايه في الشغل، يعني اذا خلصت منها هعيش مرتاح على طول انا وانتي. ربنا يوفقك يا حبيبي. مين؟ فريد؟ اهلا رمزي، المهندس رمزي زميلي مراتي. اهلا وسهلا، فرصه سعيده قوي. ايه بتقول مراتك؟ ايوه. ايه ده يا راجل؟ يعني يا اخويا انا من يوم ما سبت مكتب الفتوح محدش شاف. لا بس كنت مشغول شويه في الجواز. بالحقيقه عندك حق، فرصه سعيده قوي يا فندم. عن اذنكم اتفضل. يعرفك من زمان؟ لا ابدا، من قريب خالص. اه عشان كده بيقول لك يا فريد. ايوه. يلا بينا بقى نرقص. لا نروح. نروح؟ اه اصل حاسس بخانقه هنا، نتمشى بالعربيه شويه وبعدين نروح. امرك. طيب يا مات. بقى عشان دي ساب مكتب ابو فتوح؟ هو انت ما كنتش عارف؟ ابدا والله، انما ان جيت للحق حاجه تستاهل. ويقول ابوها راجل كويس. طبعا، ما هو ما يوقعش الا واقف. ايه ده يا احمد، مش هنروح بقى؟ احنا بقالنا ساعتين دايرين في الشوارع. لا اصل عملت تعديل في الكربراتير بتاع العربيه، بجربها اشوف بتعمل كام كيلو في الصفيحه. ما عندكيش فكره، الاختراع بتاعي ده لو نجح هيبقى أول سبق ميكانيكي يتكلم عنه جميع الأوساط. أمرك يا حبيبي. أنت بتعمل إيه؟ أنا قربت أدوخ. معلش استحملي، أصلي بجرب رومانات البلي بتاع الدريكسيون، ده تصميم جديد لو نجح هبقى أشهر من خواجة فورد. على اي حال الكلام اللي سمعته منك دلوقتي مش غريب عليا، انا كنت متوقع كده واكتر. والحل والنتيجه انت بتحبها لدرجه الجنون يا دكتور، وده اللي مخليني مش قادر اخدعها. حاجه مؤسفه. مؤسفه؟ ايوه، لان الحل اللي هقوله لك معناه انك انت شخصيا هتفقدها للابد. وهي ده انسب حل لها، تضحيه لازم تكون من ناحيتك انت. اذا كان عليا انا، انا مستعد. يبقى مفيش قدامك غير انك توهمها ان الذاكره رجعت لك وبقيت احمد تاني وتخليها تكرهك. تكرهني؟ طبعا، لان مش ممكن هتكرهك طول ما انت في نظرها فاقد الذاكره. يعني في الحاله دي هتكره احمد وفريد هينتهي بالنسبه لها في الوقت نفسه. والله ان جيت للحق كلامك معقول، انا لازم اضحي وادوس على قلبي في سبيل سعادتها. وافتكر انت من كتر ما كلمتك عن احمد عرفت هو ايه بالظبط، كان ايه وطباعه ايه. طب وازاي هننفذ الحكايه دي؟ اولا هنفتعل حادثه تكون هي السبب في رجوع الذاكره لك، والباقي عليك انت. ايوه، في واحدة ست تحت عايزة تقابل حضرتك. ست؟ ما تعرفيهاش؟ ولا عمري شفتها.
اهلا وسهلا. اظن حضرتك مش فاكراني. ازاي؟ مادموزيل فاطمه مش كده؟ تمام. في الحقيقه انا كنت من زمان عايزه اقابلك عشان اعتذرلك عن الفتره اللي عرفك فيها احمد. بتعتذريلي؟ طبعا، لانك مؤكد اتضايقتي لما عرفتي ان كان فاقد الذاكره وكان متجوز. قصدك تقولي عشان سابني؟ لا يا هانم، مش ده اللي انا جاي عشانه. امال جاي عشان ايه؟ عشانك انت يا هانم. اللي انت فاكراه احمد ده مش احمد، ده فريد، وما هوش فاقد الذاكره ولا حاجه. انت بتقولي ايه؟ اللي بقولهولك ده هو الحقيقه. احمد جوزك مات من زمان، مات في الحادثه اللي حصلت لكم يوم فرحكم. انت كدابه. افتكر ما يصحش تهنيه في بيتك. واذا كنت انا كدابه افتكر الجورنال ده مش هيكذب. يا هانم انا عذراكي واسفه قوي اني بلغت خبر مش لطيف زي ده. لكن ليه فريد يعمل كده؟ ليه؟ اللي حصل يا هانم ان باباك اترجاه يعمل كده عشان يخففوا الصدمه عليكي، وحاولوا يقنعوني انا كمان، لكن انا ما وافقتش وفسخت خطوبتنا. فلما بابا طرده من المكتب ولقى نفسه صايع اضطر يتجوزك من باب الشفقه. على العموم يا هانم ربنا يهنيكم ببعض. لا يا هانم انا مش عايزاه، مش عايزاه، مش عايزه اشوف وشه. مش تقولي بس ايه اللي حصل؟ ما تخافش يا استاذ ما تخافش. هو ايه اللي ما تخافش؟ جايبني على ملا وشه وتقولي ما تخافش؟ تعالى بس. ما كفايه بقى يا دكتور، هي حادثه عبور زلط. خلاص يا سيدي. يا خبر اسود، مالك يا فريد؟ ايه اللي جرالك؟ كون ندى وتقول لي ما تخافش. خش انت جوه. حاضر. وانا كمان بقول لك ما تخافش. ما تخافش ازاي يا دكتور؟ ده مدغدغ خالص. انت نتات كده ليه؟ عمالين يقول لك ما تخافش ما تخافش ما تخافش. خلاص ما تخافش. مفيش فايده، طول عمرك ايدك طويله كده. مش وقته يا محسن. شوف بقى، الحكايه ان فريد كان قاعد مع واحده ست في محل عمومي، شافهم جوزها عوره. يا نهارك مهبب، مش عيب؟ يا دكتور اعمل معروف، شوف لنا واحد تاني، ده غبي. لا ابدا. محسن اصلح واحد للمهمه دي. انا اللي غبي برضه ابو عنين زيغه؟ تقعد مع اخص عليك اخص. ما تفهم بقى على شغلبه. سيبك منه، انا هفهمه كل حاجه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ حاضر حاضر، انا جاي لك حالا. خش خش. ستي ستي. ايه في ايه؟ ما تخافيش، اصابة بسيطة حصلت لأحمد، بس لازم استريح شوية. اتفضلوا فوق. يلا هات. متشكرين قوي. مالك متنع كده ليه؟ اتطرق. يلا. ايه اللي جراله؟ سيبيه يستريح شوية. جت سليمة الحمد لله. تعالي بقى تحت علشان افهمك اللي حصل. طب يلا. ودخلت عليها اللعبة. ايه بقى الحكاية؟ بقى يا ستي، احمد كان قاعد في محل عموم مع واحدة ست، وبعدين بتقول مين اللي كان قاعد؟ احمد. وبعدين؟ بقى يا ستي، احمد كان قاعد في محل عموم مع واحدة ست، وبعدين ست مين؟ ست مين؟ وانا ايش عرفني؟ هم قالوا لي ست وبس. هم مين دول اللي قالوا لك؟ والنبي اسمع مني الكلمتين على بعضيهم قبل ما انساهم. اتفضل. بقى ست احمد كان قاعد في محل عموم مع واحده ست، وبعدين انت حكيت لي الحكايه دي قبل كده. وبعدين بقى. طب كمل كمل. بقى ست احمد كان قاعد مع واحده ست في محل عموم، وبعدين دخل عليها جوزها
شرم اتخانق مع احمد وعوره، وبعدين جيت انا وندهت له الاسعاف. وجيت ازاي؟ جيت ازاي؟ والله قلت لهم هتقول لي كده، قالوا لي لا هتبقى مدبوخه ومش هتسالك. تعرف انك طيب وما بتحبش الكذب. اي والله. وبتكذب ليه؟ ايه اللي خلى فريد يعمل كده؟ قصدك احمد؟ لا فريد، احمد مات من زمان. الله، انت عرفتي؟ ايوه، لكن قول لي هو اتعور بصحيح؟ لا، الحقيقه هو بيمثل الحكايه دي عشان يوهمك ان الذاكره رجعت له من اثر الحادث وبقى احمد، وبعد كده خليك تكرهيه وتطلب الطلاق. للدرجه دي؟ ايوه. تسمحي لي بقى اكمل الحكايه؟ اتفضل. ندهت له الاسعاف بالظبط، وجبته انا بقى وجيت على هنا. خلاص؟ ايوه. متشكره قوي. يعني اروح بقى؟ ومين بقى اللي قال لك كده؟ فريد ودكتور حسين. وبابا؟ لا لا لا، باباك بره اللعبه دي خالص. ايوه. عن اذنك. نعم يا حبيبي. انا فين؟ ايه اللي جرى؟ اخش اشرب ميه عامي. الله، دي جثتني. انا اتعورت. اطمن يا فريد، جت سليمه. ايه؟ فريد؟ فريد مين؟ انا مالي ومال فريد؟ انا احمد. ما يغركيش الشنب اللي في وشي، اصل النهارده الاثنين والمزينين قافلين، بكره هحلقه. كفايه بقى. الله، ايه الحكايه؟ اهلا يا عمي. بابا. خير يا بنتي، حصل ايه؟ خير قوي يا بابا، احمد اتعور. اتعور؟ ايوه، ده صوت رماي. وده يبقى خير يا بنتي؟ طبعا، لان الذاكره رجعت له تاني. ايه؟ الذاكره رجعت له تاني؟ ايوه. مستغرب ليه؟ لا مش مستغرب ولا حاجه، بس مندهش من المفاجاه. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. ابن حلال، جيت في وقتك يا عمو. مش فريد رجعت له الذاكره وعرف ان اسمه احمد؟ لا والله، حتى تعالوا شوفوه. تعال يا بابا. ايه الحكايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني انا هقول لكم ايه اللي حصل. الاستاذ فريد لقى نفسه اتورط في الخدمه الانسانيه اللي قبل انه يقوم بيها بدافع العطف والشفقه، فحب انه يتخلص منها. يا سلوى. ارجوكم كفايه عطف بقى، انا خلاص ما بقتش عيانه. كفايه اللي عملتوه عشان تواسوني، اجبرتوا انسان انه يعيش معايا غصب عنه. في الحقيقه استاذ فريد، انت صحيح عملت حاجات كتير علشاني لغايه دلوقتي، ضحيت بوظيفتك وخطيبتك، لكن ما كانش لازم تعمل كده علشان تتخلص مني، كان كفايه عليا اعرف الحقيقه وكل شيء ينتهي. انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ ولا حاجه. امال عرفت الحاجات دي ازاي؟ معرفش. افتكر مفيش داعي الحكايه دي بقى. بيتهيألي. مفيش فايده. مصر على الطلاق. ده اللي انا كنت متاكد منه لما تعرف الحقيقه. عن اذنكم، لحظه واحده. وده اللي كنت عامل حسابه وخايف منه. ممكن تسمعيني؟ افندم. يا سلوى، انا جاي اودعك قبل ما امشي. متشكرة. واحب كمان اعتذر لك عن ايه؟ اللي عملته كان بدافع العطف والشفقة. مش جايز يكون بدافع تاني يا سلوى. انا استاذ فريد، ملوش لزوم الكلام في الموضوع ده. انا وفرت عليك كل اللي عايز تقوله عشان توصل للطلاق كده. ايوه، انا خلاص مش عيانة، مش محتاجة العطف حد، فاهم؟ مش محتاجة العطف حد. وانا اتمنى لك كل سعادة. استاذ فريد، ارجوك ما تمشيش، المأذون زمانه جاي، انا طلبته في التليفون.
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة اغزوا الشيطان، ألا سبيل إلى الصلح. يعني مفيش فايدة؟ طب اتفضلوا وقعوا. دي عشان احمد ولا الفريد؟ مش عارف، لكن انا بقى اللي عارف. سلوى فريد. اتفضل معانا خلاص، مفيش اخويه.